وينك اختي؟ مهراج؟ اختي؟ ليش جاي لهون؟ لا تقلي لي جاي تخبريهم عن اللي صار. سودها؟ اهلا وسهلا. تفضلي ارتاحي. الحنادي لمرت عمي. عادي. سودها شبك؟ قلي لي انت منيحه؟ ايه كثير منيحه. ليش؟ يعني انا منيحه كثير. مرت عمك بغرفتها مو هيك؟ انتي شاطرة، هذا الشيء كتير منيح لأنك قدرتي تنظمي الاجتماع يلي صار لنا زمان عم نحاول نساويه، وهي عزمة عائلتنا كلها. ايه. رح تجوا كلكن مو؟ ايه كلنا رح نجي. تمام، لكن أنا رح روح. خير سودها، شو صاير؟ مانك على بعضك بنو؟ قليلي في شيء؟ مرت عمي وأنا كمان بدي أسألها نفس السؤال، لأنه من أول ما إجت حسيتها مو على بعضها. قولي لنا شو صاير؟ من شو متضايقة؟ أكيد نحن فينا نساعدك. إذا أنت أكلي هم تنظيم الاجتماع والشغلات اللي بتتعلق بهالأمور، فلا تأكلي هم، أنا رح أساعدك. أنا عندي خبرة كبيرة بموضوع التنظيم. صهري ما في منك انت. شكرا لك، طلعت بتعرف العالم شو بتفكر من نظرة. وهلأ بعد ما عرض خدماته عليكي روقي شوي ولا تاكلي هم بنوب، لأنه بصراحة فيكي تعتمدي عليه بكل شي تقريبا. أنا صار لازم أمشي لأنه أكيد ناطريني بالدار ولسه في شغل. أكيد بنتي، الله معك، وكلياتنا رح نجي المساء عندكن، الله معك. طيب ماشي. مرت عمي أنا طالع، عندي مشوار صغير وراجع، لأنه بدي اشتري كم شغل من السوق. بالإذن منك. الله معك. خالتي أنا شفته بعيوني، لهيك كان عم يقول لي إني ما أخبر حدا باللي صار، بس أنا لهلأ ما فهمت ليش عمه ما بده حدا يعرف إنه تخانق مع خالة سودها. أكيد القصة كبيرة كتير، وإلا يعني ليش لحتى سودها تيجي وتضربه بهي الطريقة؟ طيب شو اللي صاير بيناتهم يا ترى؟